عنها السهم حنت كأنها مرزأة ترن وتعول. هنا وصف نفسه بالسهم، كل الصعاليك سهم، والقوس هذه الصفراء العيطل وهي الأم الحنون، لكن هذا السهم يزل عن هذا القوس ويهرب من القبيلة ويتشرد ويتصعلك، وهذه الأم الحنون تبكي. ولذلك يقول: فإن تبتئس بالشنفرة أم قسطل طالما اغتبطت بالشنفرة قبل أطول. بحثا عن تأبط شرا، عادت القافلة إلى الطائف ومنها إلى الهدى باتجاه مكة فجبال السرات حتى أسفل جبل السروات الشاهقة. قررنا الذهاب من الهدى اتجاه مكة، ثم نذهب من هناك لنحقق الأماكن التي وردت في شعر وفي آخر حياة الشاعر اللص العداء ابن خالة الشنفرة، ألا وهو تأبط شر. كان الأمر بالغ الصعوبة، فاحتمال العثور على غار صغير في واحدة من أكبر سلاسل جبال العالم لا يزيد عن الاحتمال الشهير بالعثور على الإبرة في كوم القش. مع ذلك حصل الأمر. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. ما اسمك؟ خميس حمد المحمود الهذلي. من هذيل؟ أي من قبيلة هذيل. حنا قرأنا عن تأبط شرة، لكن أنتم مش تعرفون عنه؟ والله ما نعرف، نسمع إنه هنا، ما ندري عنه، فسمع قدامنا ما لحقناه ولا ندري عنه. لكن وش تسمون هذا الشعب؟ الشعب هذا نسميه هذا تلبط. تلبط؟ تلبط يعني شعب تلبط. شعب تلبط الذي فهم الماء. طيب، وغار رخمان اللي دفن فيه تأبط؟ والله هنا ما نعرف، يا الغالي بس يقولون انه فوق في اعلى الجبل. وهذا؟ هذا غار تلبط. غار تلبط؟ غار تلبط. يعني ما زلتوا تسمونه الى الان غار تلبط؟ غار تلبط. طيب، احنا سمعنا انكم ان الناس يعتقدون بالزمان الاول يعني ان اللي يدخل الغار هذا يا يصير شاعر يا يصير مجنون، صحيح؟ والله هذه ما انا داري عنها. ما تقولونها؟ ما نقولها ولا عندنا مره. اول حتى اول ما سمعتوها ولا ادري عنها، هذا علم ما قد اطلعت فيه. ولا عمرك دخلت هنا انت؟ لا، لو دخلت هنا شبغى. تخاف تصير شاعر؟ طيب، ما تبين ندخل نشوف وش من داخل؟ ندخل الغار حجر وش ندخل؟ يا الطائف مركز الفريق يخرج منه وإليه فيعود إلى محطة أخرى، هذه المرة إلى منطقة وجرة المعروفة حالياً بركبة التي ذكرها امرؤ القيس ولبيد. من وجرة إلى قرية صفينة ديارة الشاعرة الخنساء في وسط حرة رهاط. كانت الخنساء رضي الله عنها تأتي إلى هذا البئر بجانب قصر أبيها وترثي أخاها فتقول: قذن بعينك أم بالعين عوار، أم ذرفت إذ خلت من أهلها الدار، كأن عيني لذكراه إذا خطرات، فيض يسيل على الخدين مدرار. تقول الخنساء: وإن صخراً لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. هذا هو جبل العلم الذي قصدته الشاعرة الخنساء، ويقع جنوب صفينة، وإلى وقت قريب كان يوقد عليه النار أيام الحج ليستدل به الحجاج، لأن كل هذه المنطقة، منطقة الحرة، حرة رهاط، كلها منطقة متشابهة. الإدهاش في رحلة اقتفاء خطى العرب لا ينحصر بعلاقة المفردة الشعرية بالمكان، بل يتعداه إلى المكان نفسه. نحن الآن نزلنا في المنخفض لهذه الفوهتين، لهذه المدخلين العظيمين، لهذين الكهفين الكبيرين الذي لا يوجد لهما
أظن في العالم مثيلاً إلا في منطقة في البرازيل في منطقة الأمازون. نحن أمام الفتحة الشمالية الشرقية وفتحة جنوبية، وكليهما يمتد لأكثر من 1000 متر. فسوف ندخل مع هذه الجهة، وأنا أرى كما قلت قبل قليل إنه هذا المكان جاهز للاستثمار، يعني كل شيء موضوع فيه، لا يحتاج أكثر من إعادة تأهيل من الداخل. من مغارة الشويمس تحركت القافلة نحو قاع السباق، حيث اندلعت الحرب الأشهر والأطول داحس والغبراء. بعد مسافة 1 كيلو من نقطة انطلاق السباق في قاع السباق عند هذه الثنية، وعندما أقبل داحس متقدماً الغبراء، خرج والشباب وصد فجأة أمام الفارس، فجفل الحصان داحس وأسقط فارسه ورجع امتطى الحصان، لكن الغبراء الآن تعدته سبقوا. وفي نهاية هذا القاع كان يجلس سيد بني عبس قيس بن زهير وحذيفة بن بدر، فوصلوا متقاربين لكن الغبراء سبقت، فبدأ الخلاف الطويل العريض ولم يصدقوا القصة، وأرسل قيس ابنه لاستلام الجائزة، فقتلوا بني ذبيان، ومن هنا بدأت الحرب، حرب داحس والغبرة الذي عاش أوارها شاعرنا الكبير العظيم عنترة بن شداد. فهذا القاع شهد سباق داحس والغبرة. نعم. أنت من عبس ولا من ذبيان؟ لا أنا من عبس. نعم. في طريق حرة النار الوعرة والخشنة تقطعت أطراف إطارات السيارات الثمانية، وصار المسير بحذر حتى الوصول إلى خيبر. بعد ليلة غادرت القافلة خيبر نحو شمال حرة النار، ومن ثم إلى تيماء. جاء هنا امرأ القيس ليذهب إلى قيصر الروم في اسطنبول، ليأتي بنصرة بجيش ليقاتل فيه بني أسد في منطقة القصيم. فلما وصل إلى السموأل كان معه 7 دروع، 7 دروع تعتبر بمقياس اليوم كأنها 7 دبابات ولا F-16، طائرات F-16. هذه الدروع ليست درع تلبس على الصدر أو على الرأس، هذه دروع تلبس على الجسم كله، ورثها من أبائه الملوك من بني كندة أيام ما كانوا في سد مأرب وأيام ما كانوا في مملكة الفاو. فأتى بهذه الدروع ووقف عند هذا القصر، قصر السموأل، ومعه ابنته فاطمة كانت شابة، ومعه زوجته، فقال إني سأضع عندك الأمانة. شوف، لم يجد أحد يضع عنده الأمانة إلا عند السموأل لوفائه. قال على الرحب والسعة، فهنا أمام هذا القصر في منطقة تيمة القديمة، لأن يحيط فيها سور قديم، بنى قبة حمراء. السموأل بنى قبة حمراء من جلد وليست من شعر، ووضع عليها خدم، ووضع فيها ابنة السموأل، وأدخل الدروع داخل القصر. في واحد اسمه الحارث بن أبي شمر الغساني من قبائل غسان، فعرف بقصة الدروع، فجاء بجيش جرار، لأن هذه غنيمة لا تقدر بثمن، ووقف أمام القصر وقال للسموأل: أعطني دروع امرأ القيس، هذا الشاعر المجنون اللي يريد أن يقاتل بني أسد عشانهم قتلوا أبوه والناس انفضوا، أعطني. قال: لا أخفر ذمة العهد اللي بيني وبين امرأ القيس. كان لسوء الحظ ابن السموأل خارج للصيد هنا في المناطق القريبة في جبل غنيم، وهذه المناطق يصيد البدن الوعول. جاء المسكين على فرسه، فلما جاء إلى الجيش الجرار محيط بهذا القصر، قال: تعطيني الدروع ولا أقتل ابنك؟ والسموأل يطل عليه من فوق القصر هذا قبل ما يتهدم. قال: لا أخفر ذمة من أعطيته العهد دونك وابني وما تريد. فذبحه أمامه وهو ينظر. لذلك ماذا قال السموأل؟ قال: بنى لي عادية حصنا حصينا،
وبئرا كلما شئت استقيت، وأوصى عاديا قدما بألا تهدم يا سموء ما بنيت، وفيت بأدرع الكندي إني إذا ما خان أقوام وفيت. يا الله. في تيماء قصد الفريق هداجة تيماء، أكبر وأقدم بئر في جزيرة العرب. هذا البئر الذي عمره أكثر من 2600 عام احتفره الملك البابلي نابونيد عندما أتى من بابل إلى للإقامة في تيماء. هذه الأرض اشتهرت أنها أرض السموأل صاحب الوفاء العظيم، يسمى هداج تيماء في مملكة السموأل لأنه كان ملكا على تيماء. هذا البئر أكثر من 77 جملا في نفس الوقت ينضحن الماء منه، وإلى الآن في ماء ولم ينتهي إلى الآن في تيماء. وإذا وصف أحد بالكرم فيقال مثل هداج تيماء، لا يمل ولا ينضب ولا ينتهي منذ أكثر من 2700 عام. مرة أخرى جنوباً انطلقت قافلة خطى العرب باتجاه حائل. قبل أن يصلها الفريق بمئتي كيلومتر دخلت السيارات يساراً في أشد الأراضي وعورة للوصول إلى جبل محجة، حيث سرق الرحالة الفرنسي هوبر حجر تيماء الشهير وأرسله إلى باريس. ومن الذين مروا بهذا المعلم الكوني العجيب الرحالة الفرنسي هوبر، هو ومعاونه محمود عام 1884 مر من هنا، وهو كان قبل ذلك في تيماء، وهو الذي نقل حجر تيماء إلى فرنسا وهو الآن معروض في متحف اللوفر. وذلك قصة أخرى. انظروا هذا العبث، انظروا هذا العبث حول هذا النقش المهم، لأنه هذا يوثق لنا قصة رحالة شهير مر من هنا فأتوا العابثين كأن هذا لا يهمهم وكأنه هذا خارج وطنهم. انظر ماذا عملوا. هذا الفرنسي هوبر وخادمه محمود، طبعا هوبر انتهت رحلته، اغتيل في بين جدة والليث، سرقوه لصوص للأسف، لكن بعد ما أخذ الحجر منه أخذه الألماني أويتينغ وذهب به إلى اللوفر، والحمد لله أنه راح للوفر لأنه كان مبني في بيت من بيوت تيماء حوفظ عليه على الأقل، لأنه نص آرمي مهم جدا يتكلم عن الإمبراطور نابونيد ورحلته إلى تيماء، وفي ذلك قصة أخرى. فحنا وجدناه هذا هنا هوبر كاتب باللغة الإنجليزية وخادمه محمود ومعاونه لا يعرف اللغة الإنجليزية فكتب اسمه محمود عام 1884 ميلادي. هذا خبز الملة، نبي عجنه نخليه طول الليل ولا نحط فيه خميرة علشان يصير طبيعي يختمر من نفسه، طبعا نضيف عليه حليب سائل عشان مادة الحليب فيها الخميرة الطبيعية، مادة الحليب. بعدين نزيح الجمر نحطه عليه كل صبح مع سمن بري وشوي عسل، طبعا احسن من السكر والله. بعدين هذا حتى الطحين هذا بعلي، هذا مو طحين من على المطر، حتى مو اورجانيك يعني مو هو عضوي. وكذا يختصر لنا الصبح، كل صبح بدل الإفطار وكثرة الزبائن، خبز جمر مع سمن بري وعسل وقهوة وتمر، هذا أحسن فطور.
شبحا وسط الظلام برهن. غادرت البعثة إلى حائل باتجاه الشمال قاصدة جبلي رخام ومحجر اللذين ذكرهما لبيد. كما قال لبيد: بمشارق الجبلين أو بمحجر. هذه سلسلة جبال محجر تبدأ من الشمال إلى الجنوب، يحدها من الجنوب عروق أو النفود الكبير، ومن الغرب حائل. بمشارق الجبلين أو بمحجر فتضمنتها فردة فرخامها. بعد ليلة في حائل كان صباحاً مختلفاً، صباح جبل الموقدة. لا يذكر حاتم الطائي إلا وذكرت النار التي كان يوقدها ليلاً من أجل أن يراها العابرون من بعيد فيهتدوا إلى بيته المفتوح للضيف. حاتم الطائي يقال إنه مات على المسيحية، وزوجته ماوية غسانية مسيحية، وذهب إلى الشام وتزوجها هناك. ربما هذه الأخلاق العظيمة زيادة على كرمه أنه لم يكن وثنياً، ربما هذا سبب من الأسباب. وله من الأبناء عدي وعبد الله وسفانة، ويكنى يعني حاتم، يسمى أحيانا أبو عدي أو أبو عدي وأبو سفانة. يقول لزوجته ماوية، أيضا زوجته هذه كانت تعين على الكرم، يقول لها: أماوية، إن المال غاد ورائح ويبقى من المال الأحاديث والذكر. أماوية، ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. ونحن الآن أمام قصر حاتم الطائي، والذي يستغرب لماذا هو باقي إلى هذا اليوم. هو سكن بعد حاتم الطائي مئات السنين، يجدد القصر، ليس هو الجدار نفسه اللي عاش فيه حاتم، لكنه كان كبير، ويوجد بئر أثرية مغطاة بالخلف، وسكنه ذرية حاتم الطائي. من حائل نقطة انطلاقنا المتكررة توجهنا جنوباً إلى قرية فيد التاريخية التي ذكرها لبيد بن ربيعة في معلقته لأن حبيبته عاشت فيها. ثم يستمر شاعرنا لبيد بن ربيعة بوصف الأماكن التي مرت عليها وسكنت فيها حبيبته نوار، فيقول: بل ما تذكر من نوار وقد نأت وتقطعت أسبابها ورمامها، مرية حلت بفيد وجاورت أهل الجبال. وفي رواية: أهل الحجاز، فأين منك مرامها؟ نحن الآن في قرية فيد التاريخية جنوباً إلى جبل أبان الذي ذكره امرؤ القيس. توجه الفريق إلى حيث ملح ضاري، ضارج قديماً الذي وصفه امرؤ القيس. وهذا هو ملح ضارج قديماً الذي عناه امرؤ القيس، وهو معدن تبرع فيه رجل فاضل اسمه أرشودي لعامة المسلمين لاستغلاله، مع أنه ينفع للاستغلال الاقتصادي. يوجد في بولندا أكبر معدن للملح مقام عليه منتجع للاستشفاء بالملح يسمى سولت ثيرابي. إلى الرياض، الأسباب لوجستية ومعها حاجة إلى استراحة قصيرة قبل الانطلاق إلى الطائف مرة أخرى. على طريق الطائف الرياض أسفل جبال طويق في الطلعة أو النزلة اللي يسمونها نزلة القدية. هذا المكان ذكره الشاعر الكبير عمرو بن كلثوم. هذا الجبال سلسلة الجبال نحن في وسطها، من ناحية الجزيرة العربية نحن في وسطها، تبدأ من الزلفي وتنتهي وتغيب في رمال الربع الخالي، ومن هنا من أرفع المناطق. فعمرو بن كلثوم يقول في معلقته الذي خطب فيها في عكاظ، يقول يصف شعوره ووجده وحنينه: فما وجدتك وجدي أم سقب، يعني ناقة ضايع ولده، أضلته فرجعت الحنينة، ولا شمطاء لم يترك شقاها لها من تسعة إلا جنينة. تذكرت الصبا واشتقت لما رأيت حمولها أصلا حدينة، فأعرضت اليمامة واشمخرت كأسياف بأيدي مصلتينا. فهذه
أعلى منها أعلى هذه الجبال هي اليمامة، حجر اليمامة قديماً، الرياض حديثاً. كل سفوح جبال طويق التي هي من العصر الجوارسي يوجد فيها متحجرات بحرية كثيرة مثل هذا المرجان، ويوجد فيها قواقع، ويوجد فيها محار، ويوجد فيها حلزون، ويوجد فيها حتى أسماك، أسماك مكتملة. كل سفوح جبال طويق. بعد ليلة في جله العشار، وكانت ليلة صعبة غزت فيها الحشرات معسكر الفريق وقضت مضاجع أفراده لسعاً، اتجهت البعثة شمالاً إلى جبل خنوقة، ثم إلى برقة ثهمد حيث أطلال حبيبة طرف ابن العبد. في برقة ثهمد في هذا المرتفع أمام جبل شرثة في وسط نجد، يلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد وقوفاً بها صحبي علي مطيهم، يقولون لا تهلك أساً وتجلدي. طرف وقف هنا هو أصحابه وبكى، بكى على حب هذا الأرض التي كانت خولة تسكنها قديماً. من جبال الربوض إلى الدوادم، ثم إلى شعيب الفويلق المسمى الثوبان قديماً. زهير بن أبي سلمى المزني عاش عند أخواله من غطفان في الحاجر بالقرب من المدينة، وعمر طويلاً، لذلك يقول في أبيات الحكمة الشهيرة في آخر المعلقة، يقول: سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولاً لا أبالك يسأم. رأيت المنايا خبط عشواء، من تصب تمته ومن تخطئ يعمر فيهرم. من التجارب اللافتة التي مر بها الفريق تجربة إيقاد النار في جبل خزاز، استذكاراً لعمر بن كلثوم الثعلبي، وأحياءً ليوم من أيام العرب الشهيرة، يوم خزاز. تمولت القافلة بالحطب واستأجرت 4